وللمزيد حول الجلسة كانت قد وافتنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم بهذه الرسالة. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل جولة رئيس مجلس الوزراء، حيث شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي المائدة المستديرة يعني عرض آخر ما تحقق في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، وهو الخاص بمحور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. هذا البرنامج بيهدف للحشد استثمارات بتصل إلى 14 مليار دولار أمريكي لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة. فاستعرضت هذه المائدة آخر ما تحقق خلال العام الماضي في هذا المجال، وفي حشد الأدوات يعني وجود تمويل مالي لتنفيذ هذه المشروعات، وخاصة مع أهمية هذا البرنامج والذي يساهم في دعم جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كانت كل هذه التفاصيل المتعلقة بجولة رئيس مجلس الوزراء منذ صباح اليوم وحتى الآن. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.